عليها السلام حين خرجت لتخطب في الناس إنما كانت تقيم حجة وتسجل للتاريخ وثيقة تختصر كل تلكم الأحداث. في هذه الخطبة تعرضت لعلل التشريعات. البعض يقارنها بخطب الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة. تصوروا أن هذه الخطبة كانت مرتجلة، وهذه الخطبة بنفسها هي معجزة. قد أخرج أرباب السير والمحدثون الخطبة الجليلة للزهراء عليها السلام بأرقى الأسانيد، فقد روى عبد الله بن الحسن بإسناده عن آبائه عليهم السلام أنه لما أجمع أبو بكر وعمر على منع فاطمة عليها السلام فدكا وبلغها ذلك، لافت خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها، أي لبست ثوبا واسعا وغطت وجهها، وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها، أي بجماعة من النساء بعضهن من بني هاشم، تطأ ذيولها، أي ثوبها متصل بالأرض تدوس عليه حين مشيها، ما تخرم في مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله، أي تشبه في مشيها مشي أبيها صلى الله عليه وآله، حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم، فنيطت دونها ملاء، أي ضرب بينها وبين القوم ستار من قماش، فجلست ثم أنت أنة أجهش القوم لها بالبكاء فارتج المجلس، ثم أمهلت هنيهة حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله، فعاد القوم في بكائهم، فلما أمسكوا عادت في كلامها فقالت عليها السلام: الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم. عليها السلام تشكر ربها على ما أنعم وتثني عليه سبحانه بما قدم من نعم في هذه الدنيا، في إشارة منها إلى نعم مؤخرة إلى الآخرة، وفي هذا دلالة على عمق ما تتيقن من نعم مؤجلة. ثم تقول: وأشهد أن أبي محمداً عبده ورسوله اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتباه واصطفاه قبل أن ابتعثه. ولا أظن أحدا أعطى محمدا صلى الله عليه وآله حقا بمثل ما أعطته الزهراء عليها السلام له، فقد بينت أن الله عز وجل بحكم كونه خالق الزمان ليس خاضعا لهذا الزمان، فكان أن أقر حجية أبيها محمد صلى الله عليه وآله قبل أن يخلق الخلق. التفتت إلى أهل المجلس وقالت عليها السلام: أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاؤه إلى الأمم. حددت عليها السلام وظيفة المسلمين وعمق المسؤولية الملقاة على عاتق كل منهم، فهم موضع أمر الله ونهيه، ومن المفترض أن يبرهنوا على إسلامهم بالالتزام الصارم بتعاليمه، وبالتالي يستحقون أن يكونوا حملة للدين وأمناء على وحي الله، وهذه أمانة الله عندهم، وعليهم أن يبلغوا هذا الإسلام العظيم إلى الأمم الأخرى بحسن انضباطهم والتزامهم
وصيرورتهم نماذجا بذلك. ثم قالت عليها السلام: أيها الناس اعلموا أني فاطمة. توجهت إلى القوم مجددا لتقول لهم: اعلموا أني فاطمة، مدركة تماما ما لهذه الكلمة من وقع في السماء والأرض، فهي التي اشتق اسمها من اسم الله فاطر، وهي التي انعقدت نطفتها من ثمار الجنة، وهي الزهراء التي تزهر الأكوان ببهجتها، وهي أم أبيها وأبوها أحد أبوي هذه الأمة، وهي التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. ثم تقول: فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد بعد أن مني ببهم الرجال. بعد أن أشارت عليها السلام إلى حالة العرب قبل الإسلام، صرحت بأن الله أنقذهم بأبيها محمد صلى الله عليه وآله، الذي تحمل في سبيل الدعوة ما لا يتحمله بشر غيره على الإطلاق، وبعد أن مني ببهم الرجال، أي الأقوياء الأغبياء من الرجال الذين حاربوه وحاربوا دعوته. ثم تقول: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجما قرن الشيطان، أو فغرت فاغرة من المشركين، قذف أخاه في لهباتها، فلا ينكفئ حتى يطأ جناحه بأخمسه. كلما أوقد نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن للشيطان، أي ظهر وبان قرن للشيطان وهو ما يمكن أن يؤذي به، أو فغرت فاغرة للمشركين، أي فتح المشركون أفواههم كالثعابين التي تفتح أفواهها لتلسع. في هذه الحالة قذف رسول الله صلى الله عليه وآله أخاه في لهواتها، قاصدة بذلك عليا عليه السلام الذي كان يخوض غمار الحروب، فلا ينكفئ أي لا يرجع حتى يطأ صماخها بأخمصه، أي يطأ آذان أبطال الشرك وأشباههم وجباههم برجله. ثم تقول: هذا والعهد قريب والكلم رحيب، والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر. أشارت عليها السلام إلى أن ما فعلوه كان سريعا، والعهد بالنبي صلى الله عليه وآله قريب، والكلم به رحيب، أي أن الجرح الكلم بوفاته صلى الله عليه وآله كبير، دائرته تطال العالمين جميعا، والجرح به لم يندمل أي لم يشفى ويختم، والرسول لما يقبر. وفي هذه العبارة حددت عليها السلام أن ما جرى كان بين وفاته صلى الله عليه وآله ودفنه، وهي فترة يومين أو ثلاثة أيام. ثم تقول: يا ابن أبي قحافة، أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي. في هذه المرحلة من الخطبة كانت عليها السلام أكثر تحديدا للمسؤول عما أصابها، فتوجهت إلى أبي بكر باعتباره رأس السلطة الحاكمة قائلة له: أنت ترث أباك من خلال تحديد الإرث في كتاب الله، ولا أرث أنا أبي بنفس الكتاب الذي ترث فيه أنت. في سؤال استنكار: